جرب هذا كل سبب. لا يمكن ابو نواف، مو ابو نواف الشارع ضيق. ايش ابو نواف؟ والله اي والله يا كسرتين قلت له طلع الجدار. يقول واحد اننا شيبان زمان شرى سياره ولسه ما يعرف يسوق، باقي يبغى له ناس يدربونه. اخذ واحد من جماعته دفن اخذ واحد معه من جماعه. خلنا كم ساعه تكفى انا والله العظيم انك اكثر يعني نعرفها. شو صرفنا سالفته والله اكثر واحد في الحياه شوي صرفنا. يقول ما يعرفها وقبل يعني طلع يعرفها هو الرجال ذي تو شرى السياره شايب ما يعرف يسوق، وذي اللي جاي ياخذ سيارته من المعرض يعرف السيارات يعرف يسوق عرفت. وجو مره في يسمونها الغربية زقاق صغير كذا اللي يجي ضيق عرفته شارع شارع كالنسيب جدار سلس. جدار وجدار وقاعد تمشي السيارة هالشايب الشايب مدري جاء شاف الجدار حوله خاف على السيارة جديدة يقول في قلب الجدار كذا يبغى يدفع دم حط لم يقول ان جاء كسر مضاعف مات الله يغفر له وذي باقي مجبسه باقي معلقه بالجدار ابو نواف اللي على المنام استغفر الله مسي عليه بالخير ابو نواف الله يسعد ابو نواف سعيد الشواطي يستاهل والله تواجده حقيقه يستاهل والله ابو نواف يقول بالنغموش ايش تقول بالنغموش؟ ذبحته بالنغموش هذا يكلم هذا خالد صار يكلم ابو حامد بناخذ اخر مشاركه من عبد الرحمن الخضيري تفضل عبد الرحمن الخضيري والله لخمني رجال تفضل انا ابغى اسمع عليك والله تراهن علي الله يكفو قصيده ولا بدون كفو انا شفتك تسمع صوتك والله يا دحمي والله يا اخي ما عندي شيء شو كيف ما عندك شيء انت يا سلام يا سلام تقول الله يا طعني واقول الله يا اسبق بي جنوبي النثار همه على غيمه جنوبي احس اني ليا قالت فديتك يا رب ربي ترى قصبي جبال ابها مع شمالي تقول الله يطعني واقول الله يسبق بي قصيمي النثار همه على غيمه قصيمي يا اسلم والله ليه تتهب لازم هب القصيمي زبده قبل شوي لما مدحت القصيم لازم هو بعد ايوه بعد قلب يلا روح العرض نبغى نسمع ابن مشبر خلنا نشوف طنياه بن فرحان تفضل ابن فرحان روح محمد فرحان نبغى شو اسمه انا مو عادتي اسهار إلى هالوقت من هالليل ولا من عادتاتي تعلي صوتها فيني ولا من عادت دموعي تجي من فوق خدي سيل إلين الله بلاني بك وحطيتك وسط عيني الله 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 يقول لك محمد سيد لازم تسجل في زدرة سيدك ستة وإن شاء الله يقبلونك بإذن الله وكمان حبيبي عمرو طيب تفضل الله يحييكم على العشاء الله يحييك نطلع له من اول يوم ترى ابو حامد الله يكرمك حبيبي تفضل خلينا نرجع لا اعطيك كلمه اخيره تفضل قول كلمه ترى احنا ناكل نقول وطني جدا احنا سريع فيه واجب وطني يتحتم على اني اتكلم فيه وقناتكم الرائده وانتم المبدعين يعني ما شاء الله الله يسعد قلبك تشرفنا انا والزملاء الاسابيع الماضيه بزياره لسجون المباحث العامه اي نعم شعراء المنطقه ومثقفينا سلمت فواجبنا نحن نقول الصورة اللي شفناها ما شاء الله تبارك الله يعني معاملتهم الحسنة الترفيه اللي معاملين فيه السجناء نفس الغرف اللي مهينة لهم الأندية الترفيهية المطاعم من أفخم المطاعم باسمي أنا كمواطن يعني يحب الوطن أقول شكرا بيض الله وجيهكم والله اللي شفناه إنه شيء فوق الخيال والله يجمل حالكم يعني هذه كلمة أبغى أقولها وهذا منبر يتحتم إن نقول الكلمة هذه أحسنت الله يعطيك العافية الوطن الله ما قصر في شيء تجاهنا أي والله
الله يحييك. الله يحييك. الله يحييك. الله يبقيك. اللي جاي عام. اللي جاي عام اللي ما كان الا برجر واحد. تفضل قدام. تعال تعال تفضل. ما كان الا شوي. الله يحييك. تفضل يا دكتور. انت راعي بيت. يا رجال. انا راعي بيت. انا مدكي هنا. شفت يا ابن تفضل تفضل هنا تفضل. لا لا راسك راسك دنك دنك. تفضل يا بدر. تفضل تفضل. لازم اسمع سالفك. لا لا راسك راسك والله لازم اسمعها. شكلك اصرابي. لا لا ماني. لا ولا اصرابي. ياك اسمع. لا لا والله ماني. لا ايش تبي انت؟ ياك اسمع. ايه لازم تعطينا سالفتك. طبعا ما شاء الله تبارك الله بنعم تعرفونه كلكم انه ما صار اذا سافر مستحيل يسافر طائره يعني يجي حفلات في الامارات يدزها بر. ليش؟ على فورد حقه. على فورد والله ما تكفي الطائره. طائره صغيره ما تركب طائره. عرب نبغى نغسل والله العظيم ما تركب. اسال كيف كيف ترى ما له داعي. نبغى نغسل حق نبغى نغسل ترى غسل نغسل بعد ما جلسنا ما بكيفك والله ما عاد نغسل خلاص الحين. ها؟ ما انت يلبس حاليا. لا باقي البث موجود. ايوه خلونا ننتظر العشاء. تعش بالعود. تعش يا رجل مالك ما حد بيعينك. سمو قول بسم الله الرحمن الرحيم. تعال 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 علمنا 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 كيف مات ابوك يا ابو. الله يرحمه رحمه الله. الله يغفر ذنبه وموت انا موت اغفر لوالدي ووالدتي ووالدتي كيف الله يجزاك. الله يجزاك. والله اي والله والدتك الله يرحمها شكرا جميعا. بس الله افتح له باب بيطلع الاستاذ الحين وفلان وفلان تعزيات تعزيات بكل ديره. زين الناس نسيتك. سمو بالله يرجع ترى حاطه قدام. سمو بالله. هذا يبغى له اقعد فوق مركب. بسم الله كيف اكتري. سمو بالله يا رب. سمو كيف يجي هذا. بسم الله الله يكرمكم. وبصوا بليش ما في طياره حبيبنا. ها بصوا بليش. لا لا ما المقعد ما ياخذ. المقعد ما ياخذ عبد الرحمن. المقعد لان كان يمدونه على الجناح يربطونه ما شاء الله. لا لا نبي سالفه الطائره في نادي الامل. الامل كنت اقول المباراه اللي كانت معنا في نادي الامل. الله يحييك ترى حفل المطر. الله يحيي اللي كان هنا جيت عشان معنا. فين بسم الله الرحمن الرحيم. تعال يا حبيبي تعال تعال والله تجي. ابيك ابيك بشغله بس. خلاص حلا حلا تعال يا حبيبي تعال يا سندلوج تعال يلا يلا ودي تيجي. تعال تعال هنا عندي. تعال يا حبيبي تعال هنا اقعد عندي تك. يا مرحبا يا مرحبا. اقول علمنا بسالفتك في المطار يا ابو نغموش. والله حجزت وركبت الطياره نجحت. علم ايش اللي بالكومنت ايش اللي ايش اللي كرهك في الطائره؟ كراهينا لا والله الطائره. في قصه صارت اللي على الطائره سلمت. يعني بالله انك تخاف من الطائره؟ خوف؟ بصراحه لا خوف. خل عنده فوبيا. لا لا والله احيانا اذا معي خوي شرواكم شرواك الطيب دزيت عبر. كلام والله راحت كذا كنا طيار. والله راح الامارات الحاله. شرواكم ما شرواكم. شاركنا في الكويت انا وهو في مسابقه شاعر العرب طلعنا. نعم كان يجي بر الكويت كان اربع حلقات ولا كذا. قول لا اله الا الله. يعني من قعد خمس ايام الامارات نفس الشيء ترى. كنا نطلع مع بر من السراء للكويت. يعني من السراء الى الكويت كم كيلو؟ 2000 كيلو 10000 كيلو حدام اسبوع. لا اله الا الله. اخذت منهم ناس؟ اخذت حليب سيريلاك ونيدو كل اللي اخذ منهم دول. ما يصبر ما يتحمل يجيهم جفاف في الخلق. علمنا بسالفة الطيارة يوم اخرجت. يا رجال خليه ياكل. تبغى الرجال يصرخ من اول. لا خليه علمنا. ما اذكر والله بس اني اذكر ان واحد سافر رايح الامارات خمس ايام. هبا واحد. هو عياله جالس شاف المنزل في زاوية كذا. شاف رجولي لاصقه في المقاعد اللي قدامي. اي والله. وماسك يعني. طلع واحد من اللي رحموني قال تعال هنا المكان الاوسع. حجوزات من عندهم طبعا جاهزين كل شيء. كان نطلع للطيارات صغار يعني. طيارات خاصه ثلاث ساعات يعني ما تنفع الجلسه هذيك. يبغى له تقرير طبي ترى اذا طلع.
عشان كراعينه يشوفون له مكان بس انت شواطي ركب النموذج اللي ركب الطائره ينسدع كراعينه عند الطيار وراسه سامح في اخر الطائره تقول انه عند حلاق انا اقول له احجز لي وفي هذا الطير لا تحجز لي شوف الكرسي وين لا تحطني في اي مكان انت خاب ويسوون حركات ما ادري والله يحط لي في مكان يحطني في مكان وسيع خبر خويك اشوف عليه ولا بدز هبر عندي 2000 كيلو ولا 3 ساعات بقدر المكان ذاك يا اخي المشكله المقاعد 31 اللي في البدايه ياخذوا لك احس نفسهم نفس الاشكال اللي كل يوم اشوفهم يطلعون في نفس الله يا اخي ما ادري دوما يمكن محجوزه ملايين هذه كيف تشوفها لا لا اقصد انهم الذراك اللي في المرتبه الاولى يحجزون قبل سنه اه على رحلتي عشان مقعد 31 ما ادري عنك بالنغموس تجيني بعد بكره انا وياك ابو حامد امرنا نتسحر بس حول انا وياك امرنا نتسحر ولا شيء اي والله والله ولا شيء خوني بر لكن تقطع عدت اخترع من باب الطواري خوني بر ما تروح لما يروح الباب نبغى تودع الملاعب من هناك نبغى تودع الملاعب والله تكفى الحين صرت اخترع من باب الطواري يا رجال ترى وراي رحله انا 8 ساعات فكني كم هي حقت الطواري عشان كل يوم اجلس عندها يجي واحد بقدرات مني وين رحلتك؟ طالع ان شاء الله لتركيا امشي بر والله انا بعاود معك خذ الجبس حق بالنقموش حط القارب فوقه اذا في نار في شيء حط فوق نزل الله مشغول في شيء ما تدري وشني في همه؟ انا في هم الروح الحين من تغطاس بالاكسنت انا بروح مع الدحم والله يا اخي بالعكس ايوه من عمرك تكفى واحد منكم يبي اياك او انا سمعي سمعتوه من عندك والله اني سمعته بعقلي انا لا لا تدري ايش الحل؟ غير المكان شو شرى؟ دل الاثنين ذولا ما هم قدام يرجعون ورا اي شش شش وش الفائده؟ بتزيد تحشرني اكثر لا 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 محمد تحاشر اللي ورا قدام انا من الحين حاجز الشنطه ايش تبغى تقول؟ والله من التماس جاء في عقل ابو حامد والله سلامتك عندك تعرفني؟ بعلمك ايش بنسوي؟ في لخبطه في عقلي دحين تراك والله طويل انت ما تبغى والله انا بقادر فيك ابو حامد انا من الرياض الى ابها لمزيل من ابها الى الامارات ما يعدي 80 هذا اللي جرب واحد من اخوانا واحد من اخوانا مشى واحد من اخوانا يا ابن الحلال مش 100-120 يعني السرعه من هو ذا؟ ابو عبد الرحمن اقول لك واحد من اخوانا والله يستلموني تعليق يستلموني انا صادق اقول فهد غضب سالتني اقرا عليهم عبد الرحمن بس راهن عليهم ها؟ بس راهن عليهم واحاول اساعدهم بس انا غلطان هب حمسك بلتني ابو عبد الرحمن انا غلطان كل كله يندر مع مسامحك دورك في قطار يقول اقسم بالله انا انطق مخي يقول مشكله اقول له يا ابن نغموش انا بسوق اصبعي في فتره بسوق عنك ما عندي مشكله اسوق عنك اصبعي في فتره لا انا اللي اسوق لحالي وتضبط مع القصائد ما شاء الله تضبط مع القصائد ويسوق لحاله يقول ذاك والله انا اسوق من اجواء رسميه ما ادري ايش قاعد يقول ويقول رجال مو بصحيح والله ما ادري ايش تتكلم اسكلم اسكلم لا ما ما خلينا نسجل في الاستراحه تذكر اه ها ها اه سويت الحين سجلها ضربه ذيك اليوم ليه عندك بجنب ذي؟ ايوه يلطم اللي حولك لا 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 بس انه تقدر تكبر خليه يعطيك لا 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 منك 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 خليه يلطم والله لا منك ابو محسن لا انت ندك خليه يلطم كبداك نحاول شباب ينقذ انا سيدي تفهم طيب الرجال اللي قاعد ينصحك انك تلبس شراب رياضي ما لبست؟ ما حصلت ما نفع ما نفع والله ما انت بعيد من بن نغموش ترى في الطول ما شاء الله تبارك الله رجال والله العظيم ما ولا شيء ابو عبد الرحمن الحركه اللي سواها فيها في الاستراع عندكم كان فيدي كوب شاي وهنا برضه كوب شاي طلعت مع محمد الدحيمي اعطاني محمد الكوب حقه صار عندي كوبين خلاص ورجعت ابغى اطرحها على في الارض وانا داخل طبعا واحده من رجولي من لان طولنا خلينا يمكن 4 ساعات جالسين رقدت ايه وسويت على هذه كوبين شاي اي والله مسكوك الكوبين اي والله وجا وشاتني في رجلي اللي الصحيح يعني صرت انا على رجل واحده نايمه اي والله تخبطت يا الله بس اني نزلت الكوبين انا ما ابغى تحرقني ولا بتوسخني وخايف برضو على سلاح الشو ولا كان كان هبته بس العقل واخذ العقال
سلام. شفت كيف ولا قلت شيء؟ والله انها من قلب لانقنامي ولا قلت شيء، لكن بس انا جت في رجوله من طوله.